المفاوضات هي مازالت متواصله. ثم مجموعه فصول في القوانين الاساسيه للاعلام العمومي تم تعديلها حتى تكون ملائمه لما جاء في الاتفاقيه. وبعد ما يصدر الامر المنقح لقانون الاعلام العمومي التلفزه والاذاعه والتاب باش يتم تكون الاتفاقيه كومباتيبل، ما عرفت ما حتى مشكل وتكون منشوره الاتفاقيه. ما مساله اخرى شيء القطاع الخاص، بالنسبه للقطاع الخاص لا، بالنسبه للقطاع الخاص ما فيش حتى اشكال، هي القطاع العمومي انه لكن الصحفيين يتشكاوا يقول لك مش قاعده تطبق الى حد الان. لا لا، هي غير مشهوره في الرائد الرسمي، هي هذيك المشكله، هي ماهيش تطبق لانه غير مشهوره في الرائد الرسمي. ورغم الحكم المحكمه الاداريه انه الى حد غير مشهوره في الرائد الرسمي، هذاك علاش احنا توا مشينا انه الاتفاقيه هذه تكون مطابقه للقوانين الاساسيه تاع الاعلام العمومي اللي باش يتم اصدارها في افريل، وبعد ذلك ان شاء الله تنشر الاتفاقيه. المشروع السكني، المشروع السكني مازال يراوح مكانه في منطقة في بلدية، هو ثم مسألة إجرائية مع بلدية سيدي ثابت اللي واقف عندها قرار المصادقة على مثال التهيئة اللي فيه المشروع السكني، مازال باش ياخذ شوية وقت. مازال يطول، مازال ياخذ شوية وقت، مازال مش سهل المشروع السكني. شكرا لك محمد ياسين جلاسي رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على حضورك معنا اليوم على كل هذه الإفادات والتوضيحات. شكرا أيضا محمد صاحب الخلفاوي، تعسفنا عليك شوية في نهاية الأمر لأنه مهم جدا مجموعة من الملفات حاولنا ناخذ توضيحات حولهم. في ختام هذا العدد من برنامج هنا تونس، محمد اليوسفي وكامل الفريق يتمنوا لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا على أمواج ديوان اف ام. خليكم برانشي.